بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، وقع الدكتور محمد أبو حيدر كتابه الرياضي الأول تحت عنوان الاستثمار السياسي لقطاع الرياضة بلبنان من اتفاق الطائف، وباللغة الفرنسية وبحضور رسمي لبناني وفرنسي كبير، حضر خبراء وممثلي اتحادات وأندية رياضية وأكاديميين ورياضيين. الكتاب رح يصدر خلال الأسبوع المقبل باللغة العربية أيضا. حبينا نطلق فكرة هذا الكتاب، حكينا أنه من بعد اتفاق الطائف قديش كان مفترض تتطور الرياضة، وعملنا مقارنة ما قبل اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما بعد. يمكن كان يحكى كتير أنه كان في دعم من فريق سياسي لأندية محددة، بس خلينا نقارن بشكل كتير بسيط الرياضة ما قبل الحادث الزلزال، حادث الاستشهاد وما بعده. وين صرنا؟ صرنا حاليا يمكن قاب قوسين أو أدنى من اندلاع فتنة مذهبية أو طائفية بالبلد جراء مبارتين يمكن لفريقين بيتنافسوا بالسياسة مع بعض. لم يعد يترك للجمهور حرية مساعدة فريقه، صرنا عم نسمع هتافات مذهبية طائفية سياسية بالبلد، كلنا لازم نبعد عنه. لبنان وطن نهائي لجميع أفريقائه، الكل بده يعيش سوا. على هامش التوقيع كان هناك محاضرة عن العلاج الفيزيائي ألقاها طبيب نادي مارساي روبير نيكو، وبحضور رئيس جمعية العلاج الفيزيائي الفرنسي باسكال ميكيو ورئيس الجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية دكتور جمال ليوبي. القسم المخصص للطب الفيزيائي دكتور محمد أبو حيدر كان دائما من ضمن الساعين تأمين العلاقات وتقويتها ما بين فرنسا ولبنان. الرياضة أساس ببناء المجتمع وتصحيح مساره، وهذا ما أكد عليه ممثل قيادة قوى الأمن الداخلي العميد حسين خشفي. بواسطة الرياضة ممكن نكافح الجريمة، بواسطة الرياضة ممكن نبعدهم عن كثير من الآفات المزعجة واللي بتشكل ضرر على الحياة الاجتماعية الآمنة. ونحن بقوى الأمن الداخلي كمان عم نحاول أنه نشارك بكل الرياضات اللي موجودة، كما أنه نحن عم ننظم رياضات بشكل دوري ويشاركوا فيها المدنيين والعسكريين. الكتاب باللغة العربية رح يكون قريبا بالأسواق اللبنانية وبجميع المكتبات.